يرعي شاهين في هذا الانطلاق. التحية تتواصل مشاهدينا الأعزاء، والانطلاقات تستمر بأرضية هذا الميدان وسط أجواء التحدي والتنافس القوي الذي يأتي في هذا المهرجان الكبير وفي هذا الميدان، ميدان التحدي. وضمن انطلاقة هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله وأبقاه على بركة الله وتوفيقه، أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، انطلاقة الشوط 13 في هذه الأمسية الرياضية التي تنطلق أيضا بالرموز التي قدمت لهجن أبناء القبائل المتنافسين مع سن الإذاع بتقديم الإبداع الكبير لدى تحقيق الناموس والانتصارات التي ينطلق بها ملاك الهجن ضمن هذا المهرجان الكبير. ينطلق هذا الشوط الخاص ايضا بالابكار، وجائزة هذا الشوط عبارة عن نيسان بترول ستيشن قدم للفائز بالمركز الاول، والجوائز النقدية القيمة التي قدمت للفائزين بالعشر المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق وخلال هذا التحدي الرائع والجميل. نتابع مشاهدينا الاعزاء مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الاول هنا من تتواجد مع الصدارة وتتواجد أيضا بهذه الانطلاقة المميزة والتحديات الرائعة والجميلة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول من خلال أيضا انطلاقة أسياد جابر بن علي بن جابر المري، من يأتي على مقدمة هذا الشوط، ومن الجانب الآخر من تأتي أيضا لتغيير النتيجة الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد بن جرح، من يأتي أيضا مع هذا الانطلاق. المركز الثالث وصلت هنا الشاهينية سالم بن علي بن عيف العامري مقدما الشاهينية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل ايضا الصايلة علي بن سليب بن علي العامري ياتي بانطلاقة الصايلة، بينما المركز الخامس تتقدم هنا مشاهدينا الاعزاء هملولة لا سيد سهيل بن مسلم بن قنزول بن حمرور العامري ياتي مع ايضا هذا الانطلاق، ووجود هملولة التي تقدمت في هذه اللحظات من المركز الخامس إلى المركز الرابع. هذا هو ندانا الأول وتفاصيل أيضا للخمس المراكز المتقدمة خلال هذا الانطلاق وإعطاء المعلومة لمتابعينا الكرام بالخمس المراكز الأولى التي تأتي في هذا الانطلاق الرائع والجميل. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. هنا من تنطلق مشاهدينا الأعزاء بمقدمة هذا الشوط، هذه هي مشاهدينا الاعزاء تنطلق الشكله. حمد بن عبد الله بن راشد القرح ياتي مقدما هذا الاسم، ولكن الله يا سلام من الجانب الاخر بدا التحدي ايضا مشاهدينا الاعزاء من شعار بن قنزول ليتقدم على مقدمه هذا الشوط من خلال وجود هملوله. غيرت هملوله، غيرت على المركز الاول سهيل بن مسلم بن قنزول العامري ياتي مع انطلاقه هملوله على مقدمه هذا الشوط وعلى المركز الاول. الشكله تتواجد في المركز الثاني حمد بن عبد الله بن راشد القرح من ياتي ايضا مع هذا الاسم، بينما المركز الثالث وصلت من الجانب الاخر وتقدمت الشاهينيه سالم بن علي بن عيف العامري ياتي مع الشاهينيه متقدما ومنطلقا بآماله الكبيره التي نتمناها بان تتحقق لدى كل المشاركين في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. المركز الرابع هنا تصل مشاهدينا الاعزاء الصايله، الصايله تاتي ايضا مشاهدينا الاعزاء باصاله الماضي لتقدمها بحاضر هذا المساء. هذه هي الصايله علي بن سليم بن علي العامري، ولكن التدخلات بدات في هذه اللحظات مع المركز الثاني. راقب للمركز الثاني، تابع هذا الشعار القادم، انذار 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 انذار. محمد بن قارب بن حموده الظاهري ياتي متقدما مع انطلاقه انذار المتقدمه في هذا الانطلاق، خذت المركز الثاني. الشعار الاقتصادي يتقدم بوجود انذار، بينما المركز الثالث من الجانب الاخر بدا التدخل وبدا الانطلاق. هناك مشاهدين الاعزاء في هذه اللحظات شاهينيه سالم بن علي بن عيف العامري خذت المركز الثالث والمركز الرابع، تتقدم ايضا هنا
سرمودة تاتي أيضا في المركز الرابع. سيف بن عبد الله بن مايد المصافري يريد أن يسافر بناموس هذا الشوط مع سرمودة. سرمودة تتقدم على المركز الرابع ووصلت الأسماء. راقبوا الأسماء، تدخلات خطيرة للقاية من الشعارات المنطلقة. هنا تصل أيضا بشعار بالعوضي، ناصر بالعوضي المنهالي من يقدم أيضا جودة. جودة التي أيضا بدأت بالانطلاق في هذا المسار، هنا تأتي بهذا الانطلاق. هذه هي الأسماء، هذه هي الأسماء المنطلقة والمتواجدة في هذا الأداء الرائع. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود مع لوحة الكيلو وين قطعنا 4 كيلومترات، والمتبقي يا أخواني المضمرين عن خط النهاية كيلو وين فقط عن خط النهاية. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول بهذا الانطلاق الشاهينية. سالم بن علي بن عيف العامري أو شعار بن قنزول، شعار بن قنزول مع حملولة، السهيل بن مسلم بن قنزول العامري ياتي على مقدمة هذا الشوط. انذار انذار انذار، فقد اعذر من انذر. الله، هذه هي انذار، هذا هو الشعار الاقتصادي. ولكن بدأ التدخل من الشاهينية. سالم بن علي بن عيف العامري يتقدم من الجانب الآخر. بدأ التدخل هنا أيضا من نسيم. نسيم علي بن سلطان بن رشيد وصل أيضا بن رشيد لينطلق الدكتور مع نسيم. هب نسيم الناموس مع بن رشيد لينطلق بالمركز الثالث. بدأت المنافسة ومن الجانب الآخر، ومن الجانب الآخر. الله، يا سلام على هذا التحدي الرائع والجميل والانطلاق المثير. راقب للأسماء القادمة هناك من الجانب الآخر. بدأت أيضا بالتدخل في هذه اللحظات. دمعة دمعة دمعة، حمد بن راشد بن سعيد البريص المري، ولكن وصول، وصول يودة، وصول يودة. ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي يتقدم أيضا مع يودة. يودة التي بدأت بالتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول. يودة وهي دائما تجود بالناموس. الكيلومتر الأخير يا ممثل الوثبة، الكيلومتر الأخير. الله، يا سلام. وشعار بن رايع على المركز الثاني مع دمعة. حمد بن راشد بن سعيد البريص المري يتقدم. وعادت عادت عادت هملولة، عادت هملولة إلى صلب المنافسة. هذه هي هملولة. السهيل بن مسلم بن قنزول العامري قادت أيضا هذا الشوط. ولكن الله 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 الله، هنا التحدي والانطلاق. هنا المايدية، قال الله بن محمد بن طالب بن عقيل وصل البرنس، وصل البرنس بهذه النجمة التي تتبع بدلها ميادين السباقات بالإنجازات. وأيضا المركز الرابع، هنا تصل الشايبة محمد بن عبد الله بن بدر العامري تأتي في عز شبابها في ال500 متر الأخيرة. ولكن العودة إلى مقدمة هذا الشوط، العودة إلى المركز الأول هنا مع الصدارة في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير على مقدمة هذا الشوط. هملولة 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 على المركز الأول، هملولة على الصدارة. السهيل بن مسلم بن قزول العامري من يقدم هملولة. أدت الأداء الرائع والممتاز منذ بداية هذا الشوط لتأتي مع ال200 متر الأخيرة بتقديم العروض الممتازة. هذه هي هملولة، هذه هي هملولة. تختطف سيارة هذا الشوط، تسجل نقطة ذهبية في هذا المهرجان الكبير. سلام سلام المصانع الجنوبية، سلام المصانع الجنوبية. تهانينا والناموس لسيد سهيل بن مسلم بن قنزول العامري على فوز هملولة بالمركز الأول. المركز الثاني أيضا أتت المايدية لسيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. والمركز الثالث يودة أتت في المركز الثالث. ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي المركز الرابع. هناك كان التدخل من الشايبة محمد بن عبد الله بن بدر العامري. والمركز الخامس أيضا أتت حسيلة لسيد جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. ما شاء الله، تحدي وإثارة. هملولة كانت بطلة هذا الشوط بالانطلاق الرائع والمثير والتحدي الجميل، لتعلن ايضا بهذه الانطلاقه المميزه. سهيل بن مسلم بن قنزول العامري، اشكرك يا بن قنزول. توقيت الزمني 9 دقائق 19 ثانيه، جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا البولد والانتصار في هذا الانطلاق. المركز الثاني،
المركز الثاني اتت الميديه لسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري بتوقيت زمني 9:21 جسر من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما من اتت في المركز الثالث كانت جوده ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي بتوقيت زمني 9:23 6 من الثانيه. تهانينا والناموس. شيخي.